بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد يا أولاد بإذن الله درس محيط المربع والمستطيل. هناخد المربع في حلقة والمستطيل في حلقة، محيط المربع ثم محيط المستطيل الدرس السادس. المربع عبارة عن إيه يا أولاد؟ المربع عبارة عن شكل رباعي له 4 أضلاع متساوية الطول وله 4 رؤوس. فين المربع؟ آدي المربع أهو. فين الأضلاع بتاعته؟ أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4. فين الرؤوس بتاعته؟ أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4. والـ4 أضلاع متساوية، يعني لو ده 3 سم تلاقي كله 3 سم، يبقى شكل رباعي أضلاعه متساوية. طب لو حد سألنا إزاي نجيب محيط المربع؟ قلنا قبل كده المحيط هو طول الإطار الخارجي. يوم يا ولد يقول نجمع الضلع زائد طول الضلع زائد طول الضلع زائد طول الضلع، يعني لو الضلع ب3 يبقى الإجابة يا حنين 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. يقوم يجي واحد أشطر من مستر حامد، طب ما تتعبش نفسك يا مستر وناخد طول الضلع ونضربه في 4. أهي دي أغنية محيط المربع. محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، يبقى انا لو ضربت الثلاثة في 4 ب 12 سم، او ده المحيط. طب لو عايز بقى المساحة نجيبها ازاي؟ هنضرب برضو طول الضلع بس مش في 4، في نفسه. يبقى لو انا عايز المسألة اللي قدامي دي وكان طول الضلع 3 سم، لو عايز المحيط طول الضلع في 4، 3 في 4 ب 12 والتمييز سنتي. لو عايز المساحة طول الضلع في نفسه 3 في 3 ب 9 والتمييز سنتي مربع. المحيط سنتي سادة، المساحة سنتي مربع أو سنتي فوقيها 2 أو وحدة مربعة. تعالى نشوف الشكل اللي قدامنا، ده رسمة مربع والراجل عايز المحيط. نكتب القانون، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، الضلع ب 4 يبقى 4 في 4 ب 16 سم، الضلع ب 6 يبقى نقول على طول 6 في 4 ب 24، بس التمييز بالمتر. ليه؟ لأن هنا متر إنما هنا كانت سنتي، وهكذا. واحدة كمان، دي رسمة مربع، الضلع موجود يبقى طول الضلع في 4، 5 في 4 ب 20 سم. ادي قانون المحيط. تعالى بقى لو العكس بقى يا شطار، ازاي العكس؟ افرض ان عمه ادالك المحيط كله، كلمة المحيط ب 24، يعني الراجل بيقول لك ان الـ4 خطوط محوشين 24، الخط ده والضلع ده والضلع ده والضلع ده محوشين 24. يقوم يسألك بقى عن طول الضلع الواحد، تعرف تجيب لي طول الضلع؟ أقول له آه. نعمل بالقلبة، طول الضلع بيساوي المحيط على 4، ناخد الناتج اللي يخص الـ4 أنفار اللي هو 24 سم، ونقول له يا عم الحاج انت تخص 4 أفراد، انت تخص 4 أضلاع، يبقى نقسم على الـ4. يبقى طول الضلع قانونه ايه؟ المحيط على 4، 24 على 4 فيها 6. يلا نشوف واحدة كمان، المحيط ب 8. أول ما يقول لك المحيط يعني ده الحجم العائلي، يعني ده بتاع العيلة بتاع الـ4. طب ازاي نجيب الضلع؟ نقسم الـ8 على الـ4 يبقى 2. المحيط محوش 12، يبقى ناخد الـ12 نقسمها على الـ4 يبقى الإجابة 3. المحيط محوش 4، يبقى 4 على 4 والإجابة 1 بالمتر. المحيط محوش 16، يبقى الضلع هنجيبه ازاي؟ الـ16 على الـ4 يطلع 4 سم. المحيط محوش 28، يبقى 28 على الـ4 يبقى الإجابة 7 بالمتر. المحيط محوش 36، يبقى 36 على 4 تطلع فيها 9 سم. بص كده للسؤال اللي جاي ونختم بيه الدرس. محيط المربع قانونه إيه؟ محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4،
طب لو المربع ضلعه 8 ازاي نجيب محيطه؟ يبقى ناخد الـ8 ونضربها في 4، 8 في 4 ب 32. طب لو حديقة مربعة ومعايا المحيط كله، ازاي نجيب المفرد؟ ما دام عايز المفرد يبقى نقسم 12 على 4، تبقى الإجابة 3 بالمتر. برواز على شكل مربع وادالك طول ضلعه، وعايز المحيط، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، 10 في 4 ب 40 سنتي. يا رب الدرس يكون سهل بسيط. وبسيط ومفهوم. شكرا.